عليكم، كيف دايرين حبيباتي؟ مرحبا بكم معايا في مطبخي ملح وسكر. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الفيديو تشتركوا معايا في المشتريات ديالي او لا في التسوق ديالي ديال الخضر والفواكه من السوق الاسبوعي ديالنا ديال المنطقه اللي كنت واجد فيها انا. ودابا عاد دخلت من السوق، كتشوفوا راني مازال بالكروسه، يلا نزلت هادشي فوق الطبله. ان شاء الله غادي نعطيكم الاسعار وايضا نعطيكم بعض التدابير هكذا في اختيار او الاقتراحات في اختيار الخضره ويعني والفواكه كيف كتقتنيوها. ان شاء الله يكون هذا الفيديو غادي يروقكم ويعجبكم، ان شاء الله تشاركوا معايا في القناه ديالي، واذا عجبكم ما تنساونيش في اللايكات، وان شاء الله تشتركوا يعني تضاعفوا من الاشتراكات ديالكم. مرحبا بكم في القناه مره اخرى. اذا شرعوا على بركه الله. القضيه هي هذه كيف كتشوفوا، راها رائعه جدا، وامطر الخير حتى هي الله يدخلها علينا ان شاء الله بالصحة والخير والسلامة يا ربي، ويعطيها لنا على قدر النفع. ايوا نبداو ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. اذا نبداو جهة اليمين كيف كنقولوا. هاد اختاريت اليوم، اشتريت واحد الكروم، ماشي كرومبو انما شيفلورا كيف كتشوفوا تبارك الله والصلاة على النبي، واحد الشيفلور تبارك الله كبير ما كبير غير الله سبحانه وتعالى. اختاريت هاد الشيفلور هكذا كبير، عجبني بزاف وراه جديد ديال البلاد. هذا 3 دراهم الكيلو، غادي نقرب لكم شويه باش تشوفوا. عندنا هنا 3 دراهم الكيلو، هنا جاتني فيه شي 2.5 كيلو. عندنا بالنسبه المطيشه حتى هي، عندي هنا يا مطيشه كيف كتشوفوا زوينه وحتى هي ديال البلاد. كنختاروا هذه اللي كتكون فيها هكذا بحال شي وريضه، كدير 4 دراهم الكيلو. هنايا جبت واحد 2 كيلو ديال مطيشه شاده في راسها. ايضا بالنسبه هنا للشيفلور، عندي شيفلور اخرى حتى هي راه كنت زدتها، عجبني ما نكذبش عليكم كيعجبني الشيفلور بزاف بالبيض وبهكذا اومليت الى اخره. عندي هنايا اللفت، غادي نطلع لكم شويه تشوفوا الخنيشه ديالها، ها هي دي من مور مطيشه. هذه اللفت نقول لها هنايا اللفت المحفور، راها لذيذه وحلوه وبيضه من الداخل، ماشي هذيك اللي كتكون صفراء. هذه رائعه صدقوني، انني كنديرها في لاسوب وكنديرها ايضا في الكسكسو، وحتى كتجي حتى في الطاجين زوينه. هذه جبت منها 2 كيلو، كدير 5 دراهم، خلاها لي يمكن شي 4.5 دراهم. عندنا البطاطا الحلوه، ها هي دي درتها في هاد الشبيكه، هادي مونياتو هكا حلوه حتى هي ديال البلاد. دائما في اختيارنا البطاطا كنختاروا هادي اللي كتكون يعني جديده وحمراء، وراه كاين نوع اخر انا ما جبتوش لان من بعد غادي نشريه ان شاء الله نوريه لكم. اللون ديالو بحال اللي جاي بحال شي شويه صفيفر يعني اورانج، هادي حمراء كتكون يعني الطيبه يعني القشره ديالها من الداخل بيضاء، والاخرى كتكون اللون ديالها اورانج. مره اخرى ان شاء الله غادي نوريها لكم. جبت منها تقريبا كيلو حتى نكملها، وديك الساعات غادي نزيد. عندي هنايا القوق، هاد القوق يعني خلاه لي ب7 دراهم، جبت منه 2 كيلو. عندنا القريعه نقرب لكم، عندنا هنا القرعه الصغيره الخضراء الكورجيت، هي هادي انا كتعجبني هاد الكورجيت هكذا صغيره وزويونه، ممكن انا كديريها حتى هكا في كسكسو كتجي زوينه لان كتكون صغيره. نختاروا يعني الحبه اللي كتكون فتيه وصغيره، ما نديروش هذيك اللي كتكون غليظه بزاف. هانتوما كتشوفوا اللون ديالها شحال خضيدر زوين. عندي جبت منها حتى هي تقريبا 2 كيلو. عندي كيلو ديال البصله حمراء كانت عندي مازال في الدار وزدت كيلو. عندنا العنصر الاساسي في الماكولات ديالنا ولا هي البطاطا، البطاطا البيضاء هانتوما كتشوفوا باقي جديده بالتراب ديالها، 5 دراهم هذه ما نزلوش عليها، 5 دراهم. جبت واحد 4 كيلو، كتعجبني هذه زوينه في حتى هي في لي غراتان، دغيا كتسلق دغيا يعني كتطحن لينا. جبت منها 4 كيلو. عندنا بالنسبه للفلفله راها طالعه شي شويه، جبت منها تقريبا كنظن 1.5 كيلو، 1.5 كيلو ديال الفلفله، كدير 8 دراهم، شي منهم تيقولوا 7.5 دراهم، خلاها لي ب6 دراهم. هذه جبت منها هكذا. بالنسبه للفول راه حتى هو مازال سخون شويه، يلا عاد دابا بداو كيجيبوه. عندنا هنايا 1200 يعني 240،
هنا في الشمال كيهضروا بالدرهم، يعني ما كنقولوا 1200 يعني 12 درهم. جبت منه غير نص كيلو. عندنا هنا الخيزو اللي هو الجزر، كيدير جبت هنا 2 كيلو كيدير 4 دراهم. نجيو لهنا بالنسبه للوبيا لاريكو، هي دي لاريكو كدير 12 درهم، جبت نص كيلو، نحتاج غير نص كيلو. عندي بالنسبه للشيفلورا الكبيره حتى هي حتى هذه 6، هذه حسبها لي غير شي 7.5 دراهم، يعني ما فيهاش كبيره بحال هذه اللي قلت لكم. عندنا التفاح رائع والجوده في التفاح، انتم كتشوفوا خضر زوين، هذا خلاه لي 6 دراهم، زوين حتى هو، جبت منه 2 كيلو. بالنسبه للموز، انتم كتشوفوا الموز عندي هنايا، جبت منه تقريبا 1.5 كيلو، كيدير 9 دراهم الكيلو، جبت منه 1.5 كيلو. بالنسبه للقزبر، انتم كتشوفوا القزبر جبتو على وداش الحريره، راه كتشوفوا دابا الحال بدا كيبرد. انتم تشوفوا هنايا القزبر كنختاروا هذاك اللي كتكون عنده هذه رقيقه، يعني دوك لي تيج ولا الوريقات عندهم ارقاق، وعنده النكهه زوين، عنده النكهه زوينه ديال القزبر. المعدنوس ما جبتش حيت عندي، ايضا انا جبت الكرافس، هو بالنسبه للحريره كنحتاجوه بزاف، ومره مره هكا في الطواجن ديالنا ما كاين مشكل بحال ديال الحوت او لا كنديروا الكريفسات. عندي هنايا نتوما كتشوفوا دائما نختاروا الكرافس يكونوا عندهم هكا الجذور، الا كان يكون الجذور يكون حسن هكذا كيكونوا بنانين وكيطلقوا الريحه زويونه. عندي النعناع، بالنسبه للنعناع جبت 3 دربيطات ديال النعناع، عندي ها هو مادو امامكم، ما جبت 3 دربيطات ديال النعناع. الشيبه ما كيحبدها حتى شي واحد الا انا، فما لقيتش، مشيت ما لقيتش شي حاجه مزيانه. بالنسبه نقربكم هكذا شويه، ندوزو البصله الخضاريه ضروريه، انتم كتشوفوا بداو كيجيبوا لنا منها شويه البصله الخضاريه، انتم كتشوفوا هذه 2 دراهم القبطه، مازال ما كبرتش مزيان ولكن المهم مزيانه، كتجي في كتعطي النكهه هكذا في الوجبات ديالنا، سواء بغينا لي غراتان او لا بغينا نديروها مع شي حاجه فانها كتعطي يعني المذاق. هذه هي الخضره ديالي نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، عطيتكم الاسعار والطريقه كيفاش كتختاروا الخضره ديالكم. دائما نجيبوها طبعا تكون جديده وتكون فتيه، ما نجيبوش ديك اللي تكون قديمه لان مازال كتجلس لينا في النبيره ديالنا ولا في الثلاجه ديالنا. ايوا هذا الشيء ما كان، نتمنى ان شاء الله تكونوا حتى نتوما تقضوا على احسن ما يرام، ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه، والى فيديو اخر بحول الله. للحوم اللي جبت هنايا نص كيلو ديال الكبده كيف كتشوفوا، ها هي دي مخلطه مع شويه ديال الكلاوي وداك الشيء. عندي هنا كدير تقريبا 90 درهم او 80 درهم الكيلو، جبت نص كيلو، جبت نص كيلو ديال لادنت ديال الصدر ديال لادنت، جبت واحد الدجاجه هكذا فيها 2 كيلو، انتم كتشوفوا باقي عاد في الميكا ديالها. جبت واحد الربعه ديال الزيتون احمر، من بعد عاد غنتقضى داكشي ديال الشهر غير باش نقضي، وعندي ربعه ديال الزيتون اسود هذا اللي جبته. هذا جبت هنا عندي، نسيت ما قلت لكم عندي التشين ولا كنقولوا له هنا النافيل، راه بدا كيخرج. بالنسبه للمندارين ما جبتوش حيت مازال باقي عندي، انتم كتشوفوا المندارين هذا الليمون او التشين زوين غزال، كيدير هنايا تقريبا 6 دراهم 7 دراهم هكذا. جبت 1.5 كيلو، هذا الشيء ما كان. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يروقكم ويعجبكم. بالنسبه للحوت يعني خليته في الثلاجه، كان ديال بقرونيس، غادي نخليه من بعد غادي نطيبه. المهم هذا الشيء هي القضيه ديالي ديال نهار اليوم، دابا غادي نمشي ان شاء الله نوجد الحوت ونوجد التشرميله اللي غادي تمشي معه. نتمنى لكم ان شاء الله
هاد الفيديو يكون عجبكم، وراها تقضية على حسب يعني الفلوس اللي كانوا عندي باش تقضيت، مازال غاد ان شاء الله إذا كانت شي حاجة أخرى غادي نزيدها. نتمنى لكم فرجة ممتعة، وان شاء الله نتلقوا في فيديو آخر بحول الله.